بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الاب الروحي. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت ان الاب الروحي قد يكون مكان، قد يكون زمان زي رمضان. الاب الروحي بيقول لازم يكون في حد مؤمن بيك موجود في حياتك. النهارده هنتكلم عن اب روحي جديد، فكره مختلفه، الاب الروحي من جسم الانسان. كل الناس سواء درسوا طب او ما درسوش طب عارفين اهميه القلب، ازاي تستفيد من القلب اللي موجود في جسم الانسان على انه اب روحي. دايما بنقول على كلمه قلب دي قلب كبير، وبنتكلم منه دايما قلبي معاك. دايما الاب او القلب كده بيقوم بدور الاب بالنسبه للجسد. علميا وجدوا ان القلب لما بيبوظ او بيجي حاجه مرض اسمه هارت فيلير، فشل في عضله القلب، بيبتدي كل الاعضاء تبوظ. يمكن في الصوره اللي قدامكم ده نوع من انواع تليف الكبد، بيسموه تليف الكبد الناتج عن الهارت فيلير او فشل عضله القلب. فدايما الاعضاء مع القلب كده في نوع من انواع الحب او الود او الزعل، بيزعلوا على بعض، حاجه غريبه جدا. حتى لو بصيت في الصوره اللي بعدها هتلاقي الكلى، حتى في نوع من فشل الكلى نتيجه فشل عضله القلب. فكل الاعضاء بتحب بعض، كل الأعضاء بينها وبين بعض حب، وبينها وبين بعض تواصل. الحقيقة من 1400 سنة في حديث معجز نشوفه مع بعض. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كل الجسد بيتعب. طيب دور القلب يبقى عامل زي دور إيه؟ زي دور الأب. دايما في البرامج وكده يقول لك، يكلمك دايما عن بر الوالدين، وطبعا النهارده بنتكلم على بر الوالدين، لكن هنتكلم على بر تاني اسمه بر الابناء، ان الاب يكون بار باولاده. دي فكره مهمه جدا الحقيقه، مش كتير بيتكلموا فيها. يعني ايه بار باولاده؟ يحب اولاده. انت لما تحب اولادك يحبوك. يعني لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم المثال بتاع ان انا ابني بيعقني وتعبني، قال عققته فعقق، انت اللي غلطت فيه الاول. فدي فكره مهمه جدا. طبعا بالنادي ببر الوالدين في رمضان وحاجه مهمه جدا، لكن لازم ندوس على النقطه دي. طبيا مش موجوده، نفسيا مش موجوده، ازاي تبر ابنك؟ في واحد يا جماعه اغلبكم ما سمعش عنه، اسمه الاب او اب القرن، يعني اللي هو اكتر مثال للاب العظيم في القرن اللي فات. تعال نشوفه مع بعض. اسمه ريك فان بيك. ده كان عنده بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكان بيحب الجري، بيحب المشي، فكان بيروح المسابقات شايلها لأنها ما بتقدرش تقعد لوحدها في البيت لأنها بتحب تخرج. تخيلوا إنه لما كان بيدخل مسابقة الماراثون كان بيفوز بالماراثون وهو شايل بنته، وسموه والد القرن. لكن عايز أقول لكم في مصر ناس كتير إحنا ما بنعرفش نفوكس عليها. بصوا بالصورة دي معايا. أم قلعت الجزمة بتاعتها وادتها لابنها يمشي وهي مشيت حافية. دي والدة القرن في وجهة نظري. يعني في أمثلة كتير جدا جدا محتاجين نفوكس عليها ونتعلم منها، نتعلم منها فكرة الرحمة بولادنا. دي فكرة مهمة اتقالت من زمان، من 1400 سنة. في صورة تانية الحقيقة لأب بيصور بنته على كوبري قصر النيل. الحقيقة لما اتكتب عليها كومنت عجبني جدا، قالوا عليها تدللي فأنا حي، أنا عايش، اتدلعي زي ما أنت عايزة. لا، في صورة الحقيقة تانية كمان لأم عندها ابن كفيف، فقعدة توصف له الماتش. يمكن سمعتوا على الصديقين اللي كانوا بيتفرجوا على ماتش لمحمد صلاح، وواحد كفيف منهم والتاني صاحبه بيوصف له الجون بتاع محمد صلاح، واستضافوا محمد صلاح بعد كده. لكن الحقيقه المنظر ده مؤثر جدا، ام بتوصف لابنها الماتش واخداه معاها الاستاد. يا جماعه فكره مهمه، فكره ان انت تكون بر باولادك قبل ما تطلب ان هم يبقوا برين بيك. وعايزه اقول لكم دكتور زويل وهو بيتكلم على دور امه، بص يعني فكره مهمه جدا، بيقول كان اسمها روحيه، بيقول هي بالفعل اسم على مسمى، فاسمها روحية وهي روحانية بكل ما تعني الكلمة، سيدة وقورة وحنون، كرست حياتها لتربية ورعاية أبنائها. كانت كاتبة على أوضة الدكتور أحمد زويل، دكتور أحمد زويل وهو عنده 10 سنين. دور الأم البرة بولادها، فطلع أحمد زويل. قبل ما تطلب من ولادك يبروك خليك أنت بر بولادك. من الحاجات الخطيرة اللي بتحصل الحقيقة في مصر فكرة ترغم ولادي على قرارات، على كلية كذا، على كلية كذا، على كلية كذا، وده مش من الرحمة ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف
نص الواحدة اسمها سلوى زكي اشكرها لان كاتبه كلام حلو جدا. بتقول دوري، دي حاجه نفسيه درسناها في كليه الطب، دوري ان ادعم قرارك، بتكلم ابنها، حتى ان كان لا يتوافق مع وجهه نظري، لا ان افرض عليك قراري، خصوصا ان القرار يخصك وحدك، جزء من حوار مع ابني. بتقول من الصح ان احنا نتناقش وفي الاخر انت عايز اعمله. تعالوا نرجع 1400 سنه زي ما اتفقنا. بس قبل ما نرجع اقول لكم ان احنا مش بنبقى برين باولادنا. الام اللي بتشرب سجاير وهي حامل مش بره باولادها، الام اللي ما بترضعش طبيعي مش بره طالما ما فيش سبب طبي مش بره باولادها. يعني دي حاجات الفكره ان نفرض على اولادي قراراتي مش بره باولادي. تعال نرجع ل 1400 سنه ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا معايا للصوره دي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لفاطمه: انما فاطمه بضعه مني، يؤذيني ما اذاها ويغضبني ما اغضبها. لدرجة ان السيدة فاطمة بتقول انا عرفت انه هيموت ازاي او تعبان ازاي النبي لما دخلت عليه ما امش. انتوا عارفين يا جماعه مش احنا مطلوب مننا في المدارس لما يدخل عليك، لما ابوك يدخل عليك تقوم انت؟ لا، انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يدخل على فاطمة هو يقوم. صلى الله عليه وسلم لما فاطمة تدخل عليه هو يقوم ويعمل ايه؟ ويقبلها بين عينيها، يبصها هنا. فتقول عرفت انه تعبان جدا جدا جدا، لانه ما كانش عمره لما كنت ادخل عليه ما كانش يقوم يبصني. لما ما امشي يبصني في اليوم ده عرفت انه خلاص تعبان. تخيل الود، تخيل البر بالابناء اللي بيتكلموا عليه العلماء النفس، احنا بندرسه في طب دلوقتي سنه 2019، موجود من 1400 سنه. لا بص للحاجه الثانيه، انه علم العرب القساة دول اللي هم قساة القلوب، ناس قاسيه جدا العرب، علمهم يقولوا كلام حلو. شوف سيدنا عمرو بن العاص بيقول ايه، بيقول دخل علي معاويه بيقول في حب الاب لبنته، حكي ان عمرو بن العاص دخل على معاويه، دخل على معاويه بن سفيان يعني، وكان عنده بنته، فقال: تفاحه القلب وريحانه العين. على البنات، البنات دول يا جماعه كانوا بيقولوهم يعني من 1400 سنه، كان تخلي البنت يعني منتهى العار. بص بيقول ايه، تفاحة القلب وريحانة العين. جاب منين الكلام ده؟ من بضعة مني، لأن النبي قال على فاطمة دي حتة مني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف مع بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجميل اللي خلاهم غيروا جدوا نظرهم 180 درجة. من كان له ثلاث بنات فرباهن وعلمهن وأدبهن أدخلهم الجنة. اللي عنده ثلاث بنات يربيهم ويعلمهم ويبر بيهم ويدخلهم الجنة. وفي الرواية بيقول من كان له ثلاث بنات أو ثلاث إخوات كمان، لو عندك إخوات بنات أو بنتان أو حتى اثنين، فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. لو بنتين أو أختين، أي بنتين بتحبهم وأحسنت إليهم دخلوك الجنة. هو ده البر اللي بيتكلم عليه الغرب دلوقتي. بعدين الحاجة المهمة إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بفكرة إن أنا أصل رحمي حتى لو هم قاطعين الوصل. بص خلي بالك بيقول لي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. يعني يقول ايه؟ كلمهم يا عم في رمضان وقول لهم كل سنه طيبين، اصلا مش بيكلموني، يتكلموا هم الاول. ليس الواصل بالمكافئ، الواصل اللي بيصل الرحم ده مش اللي بيرد، واصل الرحم اللي بيصل من يقطعه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفين ابو لهب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأذن ابو لهب على اكل، على عزومه اكل، مع انه هو اكتر واحد اذى النبي صلى الله عليه وسلم. فده هو ده البر، هو ده اللي تعلمه من جسم الإنسان. القلب، الجسم كله بيحن للقلب ويتعب عشان القلب تعب. تعالوا نشوف بعد كده اللي بيقولوا عليه الغرب 1400 سنة. الغرب بيقولوا دلوقتي إنك تعمل إيه في العيال عشان تطلعها أقوية؟ تسمع كلامهم، تحترم وجودهم. الكلام ده بيقولوا دلوقتي، عايز تربي ابنك احترم وجوده، قعدوا عادات كبار. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم كان على يمينه طفل وعلى شماله رجالة، وكان في مية جت أو لبن، فالمفروض السنة إيه؟ أبتدي باليمين، بس اليمين فيه طفل. لو أنا دلوقتي شفت طفل على يميني وأنا بشرب الناس المية مش هشوفه أساسا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شافه وقال له إيه؟ قال له: أتأذن لي، تأذن لي أبدأ بالكبار؟ ممكن أدي الكبار؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم احترم الطفل، بيقول له ممكن لو سمحت أدي اللبن أو المية دي للأكبر عشان أكبر منك. بص ضد الطفل بقى اللي تحت إيدين النبي، اللي اتعلم تحت إيدين النبي. قال: لا يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحد. لا يا رسول الله ما ينفعش، اديني، أخاف الماء تخلص وما اشربش من إيديك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم النهاردة بنقول إيه في الأب الروحي؟ خليك عندك بر لأبنائك، لأن ده اللي بينادي بيه الغرب. احترم قراراتهم زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة. الحاجة الأخيرة، ليس الواصل بالمكافئ، الواصل مش اللي بيرد، ده اتصل بيا وده ما اتصلش بيا، ده كلمني وده كلمنيش. اللي بيصل رحمه، اللي بيصل الرحم يكون حد قطع الرحم، فانت وصلت الرحم. هشوفكم بكرة مع
أب روحي جديد وحلقة جديدة إن شاء الله.